قبل ما ابدأ كلام مع حضرتك من فضلك اتفرج على الصورة دي كويس. الصورة دي لنهر لوار في فرنسا. النهر ده من اطول انهار هناك وبينبع في وسط فرنسا وبيصب في المحيط الاطلسي. حضرتك تقول لي انهار ايه ومحيطات ايه يا ابو حميد؟ انا مش شايف في الصورة غير شوية رمل. اقول لك الله ينور عليك سيد المواطن. صحيح الصورة ما فيهاش مية، لكن اللي قدامك ده واحد من اهم الانهار في فرنسا كلها، واللي حصل ان المية اللي فيه اختفت. وهنا بنرجع انا وانت لتصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اللي قاله من فتره في مؤتمر للمناخ. قال بالنص ان مدينه اسكندريه هتختفي بسبب تغير المناخ وارتفاع درجه حراره الارض. حضرتك تقول لي اسكندريه بتاعتنا؟ اقول لك ايوه سيد المواطن اسكندريه بتاعتنا. وقتها الناس ما وقفتش قوي عند تصريح رئيس الوزراء البريطاني، لكن النهارده الكل ادرك ان تصريحه مرعب. طيب ليه الناس ادركت اهميه التصريح ده دلوقتي تحديدا؟ لان اللحظه اللي بكلمك فيها دي اوروبا كلها بتعاني من جفاف الانهار. انهار اوروبا ما عادش فيها ميه لدرجه ان الناس بتنزل تلعب فيها كوره زي ما حضرتك شايف كده. حضرتك تقول لي ازاي ده حصل وليه؟ واوروبا هتعمل ايه في الكارثه دي؟ وهل جفاف انهار اوروبا ده معناه ان الدلتا واسكندرية عندنا في مصر هيغرقوا؟ اقصد يعني مصر والدول العربية هتتأذي من تغير المناخ اللي بيضرب اوروبا ده؟ هقول لك سيد المواطن. لكن عاوزك وانت بتسمع مأساة اوروبا اللي هحكيها لك دلوقتي تفتكر مأساة اهلنا في العراق وسوريا نتيجة السدود اللي بنتها تركيا على نهر دجلة والفرات. ده غير ايران اللي منعت مية الانهار اللي بتغذي نهر دجلة وبالتالي منسوبه قل لدرجة ان الاطفال في سوريا والعراق بينزلوا يلعبوا فيهم كورة. لك ان تتخيل ان اللي عملته ايران ده حرم العراق من 7 مليار متر مكعب من مية الشرب. اما اللي عملته تركيا في العراق فيكفي اقول لك ان سد اليسوء اللي تركيا بنته على نهر دجله لو استمر في حرمان العراق من الميه هيتسبب في جفاف اكتر من 7 مليون دونم من الاراضي الزراعيه، والدونم ده في العراق بيساوي 2500 متر مربع. يعني اضرب 7 مليون دونم في 2500 متر والناتج هيكون مساحه الاراضي الزراعيه اللي هتختفي في العراق. ده غير ان 70% من الاراضي الزراعيه العراقيه في المحافظات الوسطى والجنوبيه اتصابت بالتصحر، والتصحر ده معناه ان الارض الزراعيه تبوظ لدرجه انها تتحول لارض صحراويه. حكيت لك قصه حرمان سوريا والعراق من الميه في حلقه منفصله اسمها سرقه مياه العراق، تقدر ترجع لها لو حابب تعرف تفاصيل اكتر. خلينا دلوقتي في جفاف انهار اوروبا وعلاقتها بمصر. جفاف انهار اوروبا ده راعب حكومات اوروبا لاكتر من سبب. اولها مثلا ان درجه الحراره لما عاليت عندهم الميه في الانهار مش بس اختفت، ده اللي باقي منها دفي. دفي يعني درجه حرارته عاليه، وبالتالي الميه بقت غير صالحه لتبريد المفاعلات النوويه. انت شفت مجرد غياب الميه البارده عن اوروبا عمل ايه؟ اثر على المفاعلات النوويه. الاخطر من كده ان الانهار في اوروبا وسيله مهمه جدا لنقل البضائع والمواد الغذائيه. وعلشان تدرك حجم المشكلة خليني أقولك إن أوروبا بتنقل عن طريق الأنهار دي طن مواد غذائية سنويا لكل مقيم في أوروبا. كل مقيم بيوصلوا على مدار السنة طن مواد غذائية عن طريق الأنهار. طيب لما الأنهار دي تنشف هيبطلوا ينقلوا البضائع دي مثلا؟ الإجابة طبعا لا، لازم ينقلوا الأكل والشرب والبضائع علشان الناس تاكل وتعيش. فاضطرت الحكومات في أوروبا إنها تنقل نفس البضائع دي عن طريق البر، يعني العربيات هي اللي هتنقلها. حضرتك تقول لي طيب ما كده المشكلة اتحلت؟ أقول لك بالعكس، دي زادت. لان لما الضغط زاد على الطرق البريه الشاحنات زودت اسعار النقل 30%، وبالتالي سعر البضائع نفسه زاد على المستهلك 30%. يعني حضرتك مثلا يعني لو كنت بتشتري كيلو السكر ب 100 جنيه فدلوقتي سعره زاد ل 130 جنيه. ده غير الوقت اللي كانت الانهار بتوفره في عمليات النقل دي، لا اشارات مرور ولا زحمه ولا كلام فارغ من ده. والاهم ان حموله السفينه الواحده اضعاف اي عربيه نقل، وبالتالي اللي كنت بتنقله في سفينه واحده دلوقتي محتاج تنقله في اسطول عربيات نقل، فالموضوع بقى صعب جدا. وفعلا اعلنت شركات شحن كبيره زي شركه كونتارجو للنقل والامداد انها هتوقف نقل بضايعها في نهر الراين لحد ما يشوفوا اذا كان هيتملي ميه تاني ولا موضوع الجفاف ده لسه مطول. نهر الراين ده في ألمانيا لكن بيمر على سويسرا وهولندا وفرنسا، يعني جفاف نهر واحد ضرب 3 4 دول في اوروبا. فالحكومات الاوروبيه فوجئت بانها خسرت 80 مليار يورو كانت بتوفرها الانهار دي لما يتم استخدامها في نقل البضائع والسلع. تخيل سيد المواطن ان دول منطقه اليورو كانت بتكسب 80 مليار يورو سنويا من شويه الانهار اللي عندها. نعمه كبيره من ربنا. والاخطر من كل اللي فات ان دول اوروبا لما روسيا قطعت عنها الغاز بدات ترجع تستخدم الفحم من تاني بكميات كبيره كبديل للطاقه، والفحم ده كانت بتنقله في الانهار، ودلوقتي الانهار جفت وروسيا قطع الغاز والميه اللي كانت بتبرد المفاعلات
الطاقات النووية درجة حرارتها عليت، يعني أوروبا تقريبا خسرت أهم مصادر الطاقة في الوقت اللي داخلين فيه على الشتاء. سيد المواطن أوروبا دلوقتي ينطبق عليها الحكمة العظيمة اللي بتقول winter is coming. حضرتك تقول لي ثانية واحدة، هو مش جفاف أنهار أوروبا ده بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والاحتباس الحراري ده بسبب التلوث، والتلوث ده اللي من أهم أسبابه استخدام الفحم؟ إزاي بقى أوروبا بتستخدم الفحم دلوقتي بكميات كبيرة رغم المعاناة اللي بتعيشها بسبب الاحتباس الحراري وجفاف الأنهار؟ أقول لك الله ينور عليك سيد المواطن، أنت كده مركز، وخلينا جاوبك بالبلدي كده. سيد المواطن أوروبا دلوقتي بتخبط دماغها في الحيط. ليه؟ لأن بعد ما روسيا قطعت عنها الغاز ما كانش قدامها إلا إنها ترجع تشغل محطات الفحم علشان تعوض نقص الغاز الروسي، ودلوقتي فوجئت بجفاف الأنهار بسبب التلوث اللي من أهم أسبابه استخدام الفحم. وبالتالي حضرتك بتدرك إن أوروبا بتلف في حلقة مفرغة مش عارفة تعمل إيه. اتحرمت من الغاز الروسي، والفحم بيزود الاحتباس الحراري اللي جفف لها الأنهار، وجفاف الأنهار نفسه فضلها السدود اللي كانت بتولد كهرباء، اللي هو حرفيا أوروبا محتاجة اللي يساعدها. واللي أخطر من كل اللي فات هو إنها داخلة على كارثة جديدة اسمها كارثة المجاعة. مجاعة إيه يا أبو حميد؟ هقول لك سيد المواطن، هقول لك. خلينا دلوقتي بس جفاف الأنهار اللي سببه الاحتباس الحراري وتغير المناخ. في الوقت اللي أوروبا بتعاني فيه من تغير المناخ اللي سببه التلوث ودخان المصانع في العالم كله، بدأت الصين وروسيا يستخدموا التغير المناخي ده كسلاح علشان يلووا دراع أوروبا وأمريكا. حضرتك تقول لي هو التغير المناخي بقى سلاح دلوقتي؟ أقول لك طبعا سيد المواطن، وشرحت لك ده بالتفصيل في حلقة سرقة الأمطار، وحكيت لك إزاي الصين بقت واحدة من أكتر الدول المتقدمة في الموضوع ده. حتى دولة الإمارات دخلت على الخط وبدأت تشتغل عليه. تقدر ترجع للحلقة لو حابب تعرف تفاصيل أكتر. حضرتك تقول لي طيب هي ازاي الصين وروسيا لو دراع اوروبا وامريكا بالتغير المناخي؟ اقولك الصين كل ما تحب تضايق امريكا والدول الاوروبيه تقوم شايله ايدها من قمه المناخ اللي بيعملها زعماء العالم علشان يتفقوا فيها على تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلع من مصانعهم، زي ما حصل في قمه المناخ اللي عملوها في اسكتلندا السنه اللي فاتت. القمه حضرها اكتر من 120 واحد من زعماء العالم، ناس كتير والدنيا مقلوبه يدوروا على رئيس الصين ورئيس روسيا، لكن مفيش. فين يا اخوانا الصين وروسيا؟ قالك والله بس يعني هم مشغولين بس شويه مش هيقدروا يحضروا. يا اخوانا هو كاتب كتاب، دي قمة مناخ بنناقش فيها مستقبل الكوكب، في احتباس حراري وفي انهار بتنشف وفي غابات بتتحرق وفي مدن بتغرق، تقوموا تقولوا لي اصلهم مش فاضيين؟ وراهم ايه اهم من الكوكب اللي عايشين فيه؟ لدرجة ان الرئيس الامريكي جو بايدن طلع وقال تصريح جريء جدا، قالك هي ازاي الصين عاوزة تقود العالم ومش عاوزة تحضر قمة مناخ عاملينها علشان ننقذ العالم؟ المهم سيد المواطن خلينا في انهار اوروبا. اهم منابع انهار اوروبا بيغذيها التلج اللي بيتكون على قمم جبال الألب، ده غير الامطار اللي بتنزل تملى الانهار وتملى السدود اللي بعد كده بتولد كهرباء. لكن تحصل المفاجأة امتى؟ لما درجة الحرارة زادت، لانها لما زادت التلج اللي على قمم جبال الألب ساح، خلاص كده شكرا مفيش تلج، ادي اول مصدر لمنابع المية خسرناه. بعدها الامطار ما بقتش تنزل في اوقاتها الطبيعية بسبب التغير المناخي، فالمحاصيل اللي بتعتمد على الامطار في اوقات معينة خلال السنة ما بقتش بتستفيد منها لان توقيت نزول الامطار اختلف. وبمناسبة المحاصيل بقى تعال اكلمك عن المجاعة اللي بتهدد اوروبا والعالم كله. العالم كله مشغول دلوقتي بكابوس اسمه حظر تصدير الغذاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مجموعة دول في العالم بيصدروا الاكل لباقي دول العالم، اهمهم مثلا الهند اللي بتعتبر واحدة من اهم المصدرين للقمح في العالم. بمجرد ما حصلت حرب روسيا واوكرانيا فتحت صدرها وقالت لك محدش يقلق، اي نقص في القمح اللي طالع من روسيا واوكرانيا انا هعوضه، مفيش حد هيجوع يا اخوانا. حضرتك تقول لي حلو، اقول لك لا مش حلو، لان الفترة اللي فاتت الهند نفسها فوجئت بان درجات الحرارة العالية بوظت لها المحاصيل، فقامت وزارة التجارة والصناعة في الهند مطلعة قرار بان مفيش تصدير للقمح تاني الا الشحنات اللي كانت متفقة عليها قبل اصدار القرار. طيب بمجرد ما الهند اعلنت القرار ده مين طلع يصرخ؟ وزير الزراعة الالماني. حضرتك تقول لي المانيا يا ابو حميد؟ هذا البلد الاوروبي العظيم خايف يجوع؟ اقول لك ايوه سيد المواطن، وقال بالنص ان الدول اللي عندها محاصيل مهمة لو قررت فجأة كده زي الهند انها تحتفظ بمحاصيلها لنفسها هتبقى كارثة غذائية محدش مستعد لها، العالم هيجوع. حضرتك تقول لي طيب هو يعني مفيش غير الهند اللي بتزرع وتصدر؟ اقول لك سيد المواطن للاسف مش الهند بس اللي حظرت تصدير محاصيلها، لحد دلوقتي تقريبا في 14 دولة قرروا انهم يحتفظوا بمحاصيلهم لنفسهم، من بينهم مصر بالمناسبة. مصر قررت انها تمنع تصدير القمح والعدس والفول، ده في نفس الوقت اللي قررت فيه اوكرانيا مع بداية الحرب انها تمنع تصدير القمح والذرة وبذور عباد الشمس. روسيا نفسها منعت تصدير القمح وبذور عباد الشمس والشعير. الارجنتين منعت تصدير القمح والذرة. تركيا منعت تصدير الحبوب واللحمة. الجزائر منعت تصدير مشتقات القمح والخضار. تونس منعت تصدير الخضار والفاكهة. ايران منعت تصدير البطاطس والبصل. صربيا منعت تصدير القمح والذرة. ودول تانية غيرهم برضو خدوا نفس القرار. وهنا يا سيد المواطن انت لوحدك بتقدر تدرك العالم رايح على فين. صحيح مش عاوزين نظرتنا للمستقبل تبقى
المظلمة، لكن تصرفات حكومات العالم هي اللي بتقولك بكرة شكله ايه. فتخيل معايا دلوقتي بقى ان اوروبا داخلة على مجاعة في الوقت اللي نقل بضايعها واقتصادها وتبريد مفاعلاتها النووية وتوليد الكهرباء وحتى مياه الشرب سواء للانسان او الحيوان معتمد على الانهار. يوم ايه اللي يحصل؟ الانهار دي تختفي، فتقوم حركة التجارة تنهار، والاقتصاد يقع، والمفاعلات النووية تعطل، والسدود تفضى، وانتاج الكهرباء يقل، وتقل معاها مية الشرب، فتموت الحيوانات اللي بتعتمد على الانهار كمصدر لمياه الشرب. كل ده لمجرد ان الانهار اختفت، كل ده لمجرد ان مفيش مية. المرعب في كل اللي فات ان انهار اوروبا لما جفت، لما المية اختفت يعني، ظهرت احجار ضخمة في قاع الانهار. لقوا ان الاحجار دي منقوش عليها جملة واحدة من القرن الـ13. شوف من امتى؟ الناس اللي سبقونا في القرن الـ13 هم اللي كتبوها. طيب الجملة دي بتقول ايه بقى؟ اذا رأيتني فابكي. في ناس عاشوا قبلنا على الكوكب وكانوا خايفين من اللي بيحصل النهاردة لدرجة اننا صعبنا عليهم فكلفوا خاطرهم وقعدوا ينقشونا على الحجر. والجملة دي كافية جدا علشان تدرك حجم الكارثة اللي بتعيشها أوروبا دلوقتي. حضرتك تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، هي أوروبا هتساعد نفسها ولا هتساعد أوكرانيا اللي بتضرب؟ أقول لك سيد المواطن، أوكرانيا مين دلوقتي؟ أوروبا اللي كانت بتساعد أوكرانيا مش عارفة تساعد نفسها. أوروبا اللي كنت تعرفها زمان، والاتحاد الأوروبي بقى واليورو والحاجات والحلويات، دلوقتي مفيش. الناس عطشانة. إذا رأيتني فابكي سيد المواطن، لدرجة إن فرنسا وغيرها من دول أوروبا بدأوا فعليا يفرضوا إجراءات على المواطن الأوروبي، زي مثلا إنه ما يغسلش عربيته، امشي بيها مطربة عادي، إنه ما يرويش جنينة بيته، يعني لو قدام بيتك شوية زرع ممنوع ترويهم، وفر المياه اللي هترويهم بيها علشان تشربها انت. حتى الشواطئ الاوروبيه، الشواطئ لما بتدخلها بتلاقي حاجه كده زي دش، لما تخرج من البحر بتروح تستحمى تحت الدش ده بميه عذبه جميله كده علشان تنزل من على جسمك المياه المالحه اللي كنت عايم فيها. اوروبا بقى قفلت المحبس، هتخرج من البحر تروح تستحمى في بيتكم، ده لو لقيت مياه في بيتكم. حضرتك تقول لي يعني مفيش امل يا ابو حميد؟ اقول لك الامل موجود سيد المواطن، اكيد مش هسيبك زعلان كده، انت حبيبي. دكتور يوسف مسلماني مستشار شؤون البيئه وتغير المناخ قال لك صحيح الوضع صعب، واوروبا بتعيش ايام صعبه وهتعيش ايام اصعب لو ما لحقوش يعالجوا المناخ اللي باظ، لكن الامور ممكن تتحسن مع نهايه فصل الصيف، مع دخول فصل الشتاء ممكن الامور ترجع لطبيعتها من تاني. ها هديت سيد المواطن، فرحت، اطمنت. طيب خلينا اكمل لك بقى. المشكله حتى لو انتهت مع بدايه فصل الشتاء، فاوروبا هترجع تعيش نفس الماساه مع بدايه فصل الصيف اللي جاي، هترجع تاني للمربع صفر. وبالتالي الحل الوحيد انهم يعالجوا المناخ، لازم انبعاثات الكربون تقل علشان المناخ يرجع لطبيعته، وعلشان انبعاثات الكربون تقل لازم الدول المسؤوله عن انبعاثات الكربون دي هي نفسها تلتزم بقرارات قمة المناخ. لكن سيد المواطن الدول دي اصلا ما بتحضرش قمة المناخ علشان تلتزم بقراراتها، زي ما قلت لك من شوية الصين وروسيا مش طايقين امريكا واوروبا وما بيحضروش قمة المناخ. صحيح بيبعتوا وفود تحضر، لكن وفود شكلية ملهاش كلمة ولا بتاخد قرارات. انت النهاردة بتحارب لي روسيا وبتهدد حدودها لحد ما دخلت معاك في حرب مباشرة في اوكرانيا، والنهاردة انت نفسك بعت حاملات الطائرات لسواحل الصين علشان تقسم لها اراضيها وتحرمها من تايوان، لدرجة ان الصين دخلت برضو معاك في حرب مباشرة هناك في المحيط الهادي. والصين روسيا دول من اكتر الدول المتسببين في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وجاي النهارده تقول لهم معلش اصل انا مش لاقي ميه اشرب وعاوزين نقعد علشان تساعدونا في حل مشكله تغير المناخ؟ ما طبيعي ما حدش فيهم يعبرك. انت مش عمال تحاصرني في روسيا بقوات حلف الناتو وجايب لي درع صاروخي في رومانيا وبولندا علشان تهددني بيه؟ انت مش بتبيع غواصات نوويه لاستراليا علشان تحاصرني بيها في الصين وتجبرني على التنازل عن تايوان اللي هي اصلا جزء من ارضي؟ خلاص انت مش عامل لي فيها راجل، روح بقى ان شاء الله تشرب من البحر. حضرتك انا فعليا حاولت تشرب من البحر لكن المياه نشفت، مفيش مياه في البحر اشرب منها. سيد المواطن دي كوميديا سوداء، احنا بنعيش كوميديا سوداء، لكن للاسف احنا اللي بندفع ثمنها. دفعنا ثمن غزو روسيا لاوكرانيا، ودفعنا ثمن اشتباكات الصين وامريكا في المحيط الهادي، ودلوقتي بندفع ثمن التغير المناخي اللي مسؤول عنه الدول الكبيره زي الصين وروسيا وامريكا وغيرهم. بالمناسبه امريكا برضو من بين اكبر الدول اللي بيطلع منها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، واللي من بين نتائجه ذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي برضو غرق مدن مهمه زي اسكندريه والدلتا في مصر. ومش بس اسكندريه اللي مهدده بالغرق، ميامي في امريكا وشنغهاي في الصين برضو مهددين بالغرق، زي ما قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. حضرتك تقول لي ثانيه واحده بس، معلش رئيس وزراء بريطانيا هو اللي قال ان اسكندريه هتغرق، مع كامل احترامنا لرئيس وزراء بريطانيا، لكن هل كلامه فعلا صح؟ ما تجيب لنا تصريح على لسان حد مصري علشان نثق في كلامه. اقول لك من عينيا يا سيد المواطن، خليني بس اقول لك الاول ان رئيس وزراء بريطانيا قال ان اسكندريه وميامي وشنغهاي هيغرقوا لو فضلت درجه حراره كوكب الارض تزيد لاكثر من 4 درجات مئويه، يعني لو ما لحقناش نعالج المناخ وفضلت درجه حراره الارض
تزيد وزادت فعليا 4 درجات كمان، فالمدن اللي ذكرناها دي اللي هي اسكندريه وميامي وشنغهاي هيغرقوا. تعال بقى نشوف الخبراء المصريين علقوا على الكلام ده وقالوا ايه. وقتها خرج محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري المصريه، قال لك والله ان كلام رئيس وزراء بريطانيا ده مظبوط، لو درجه حراره الارض ارتفعت المدن دي هتغرق لان منسوب مياه البحر هيعلى بدليل الفيضانات اللي ضربت اوروبا بسبب التغير المناخي. طيب والحل يا فندم؟ قال لك ما تقلقوش لان مصر بدات فعليا تشتغل على مشاريع لتامين شواطئ، لكن برضه يظل السؤال، هي المشاريع دي كافيه انها تواجه ارتفاع منسوب ميه البحر الناتج عن التغير المناخي؟ بيرد على السؤال ده الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره، واللي قال ان مستوى سطح البحر ارتفع خلال القرن اللي فات او ال100 سنه اللي فاتوا من 16 ل 20 سنتي. ده غير ان الثوره الصناعيه اللي عاشها العالم خلال ال50 سنه اللي فاتوا رفعت درجة حرارة الأرض درجة مئوية واحدة. طيب يا فندم يعني نفهم إيه من كلام حضرتك؟ المدن دي هتغرق ولا لأ؟ قالك إن منسوب سطح البحر لو ارتفع نص متر ده معناه إن في 500,000 فدان شمال الدلتا هيغرق، وبالتالي حجم البحيرات الشمالية هيتضاعف. البحيرات الشماليه دي اللي هي زي المنزله والبرولس وايدكو، ده غير ان مساحات كبيره من بورسعيد ودمياط واسكندريه هتغرق، وبالتالي ده هيتسبب في تهجير حوالي 4,000,000 مواطن مصري اللي هم عايشين في المناطق دي. طيب ده هيحصل لو منسوب الميه زاد نص متر بس، يحصل ايه بقى لو درجه حراره الارض ارتفعت اكتر من كده وزاد منسوب ميه البحر لمتر ونص مثلا؟ قال لك لو منسوب ميه البحر المتوسط زادت متر ونص فده معناه ان ميه البحر المتوسط هتفضل ماشيه في طريقها لحد ما تدخل الدلتا لمسافه 25 كيلومتر، وده كفيل بانه يغرق 1,500,000 فدان وتهجير 8,000,000 مواطن. طيب والحل يا فندم؟ نعمل ايه علشان نتفادى الكارثه دي؟ قال لك ان درجه حراره الارض بتزيد زياده طبيعيه مع مرور الوقت، لكن الزياده الطبيعيه في درجات الحراره دي بتحتاج الاف السنين، وبالتالي مفيش منها خوف. لكن المشكله اللي بنعيشها دلوقتي ان سلوك الانسان بيزود تلوث الارض بشكل اسرع من الطبيعي، وبالتالي درجات الحراره بتزيد بشكل اسرع من الطبيعي، وبالتالي برضو التلج بيدوب اسرع من الطبيعي فيرتفع منسوب المياه في البحار بشكل اسرع من الطبيعي. وهنا لازم قاده العالم يقعدوا مع بعض ويتفقوا بسرعه على تقليل غازات ثاني اكسيد الكربون الناتجه من المصانع وسائل النقل، ويقللوا غاز الميثان الناتج من المخلفات والبرك والمستنقعات، ويقللوا اكاسيد النيتروجين الناتجه من حرق الوقود. وهنا سيد المواطن حضرتك بتدرك ان موضوع تغير المناخ ما بقاش هو الكلمه الثقيله اللي لما تسمعها تحس ان لسه قدامك 100 ولا 200 سنه علشان يبدا ياثر عليك. سيد المواطن الجميل، حضرتك النهارده بتعيش بنفسك كوارث التغير المناخي اللي كل الخبراء كانوا بيحذروا منه قاده العالم من سنين طويله فاتت، لكن للاسف ما كانش حد بيسمع لهم. النهارده حضرتك بتعيش جفاف انهار اوروبا وانهيار اقتصادها ودخولها في حروب ملهاش لازمه غير ارضاء غرور قاده العالم بالنفوذ والسيطره. النهارده حضرتك بتعيش مستقبل مظلم ممكن تفاجئ فيه بغرق مدن كبيره زي ميامي واسكندريه وشنغهاي. النهارده حضرتك بتعيش زمن دول العالم مرعوبه فيه من مجاعه شايفينها جايه لكن محدش قادر يمنعها. النهارده حضرتك بتعيش المعنى الحقيقي للحكمه العظيمه اللي بتقول كل واحد على دراعه، اللي حضرتك بتصنعه هو اللي هينفعك لان الدول اللي بتصنع بيحاربوا بعض ومحدش فضيلك. اللي حضرتك بتزرعه هو اللي هينفعك لان الدول اللي بتزرع حظرت تصدير المحاصيل ومحدش فضيلك. اللي حضرتك اتعلمته هو اللي هينفعك لان الشعوب اللي اتعلمت وقادره تلبي احتياجات سوق العمل هي بس اللي هتقدر من شغلها توفر ثمن الاكل والشرب. كنت اتمنى اطلع اقول لك ان العالم من حوالينا 100 فل و10 وان العيشه كوكتيل فواكه، لكن للاسف هي دي ظروف العالم اللي بنعيشه دلوقتي، وكل اللي حكيته لحضرتك دلوقتي مجرد تفاصيل صغيره جدا من اللي بيحصل حوالينا. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر من فضلك راجع المصادر واقراها كلمه كلمه. اما كل اللي اقدر انصحك بيه دلوقتي هو انك تقلل من نفقاتك على قد ما تقدر، وانك تعمل حساب لبكره، لان حرفيا محدش عارف بكره شكله هيبقى عامل ازاي. كل اللي اقدر اقوله لك، وربنا يحفظك سيد المواطن. Secrets.